رقم واحد التواصل، التواصل بمعناه بقى الواسع، سواء كان التواصل تواصل لفظي، لاني الطفل في شهوره الاولى بيمر بمراحل النمو اللغوي العادي اللي هو عند مثلا سن من 2 ل 3 شهور المناغاه بتبتدي تبان، عند 8 شهور بتبتدي مقاطع الصوت تبان، عند السنه بتبتدي الكلمه تظهر. خلال الفتره دي انا ابني لاحظت ان في تاخر في اللغه. مش معنى كلامي ان كل طفل متاخر في اللغه هو طفل تفته واحده، ولكن انا لازم اعمل وقفه، اخد بالي، ابتدي اهتم بيه، ابتدي اتكلم معاه اكتر علشان اقدر افرق بعد مرحله عمريه شويه هو انت تاخر لغه عادي وهنشتغل جلسات تخاطب والموضوع هيعدي، ولا دي علامه من علامات ان احنا تفته واحد.